السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم الحبايب؟ لاباس عليكم؟ تمنى يا ربي تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي غنعمل لكم واحد الشوربة ديال القرع الحمراء ببعض الخضر، ونتمنى يا ربي تعجبكم وتابعوني. النسبة عندي هنايا واحد جوج بروات مقطعين على هذا الشكل. عندي هنايا نص كيلو ديال البطاطا، نص كيلو ديال القرع الحمراء، واحد البصلة، ثلاثة ديال الحبات ديال الخيزو، واحد لفته. لفته على حسب الذوق، بغيتو تعملوها عملوها، ما بغيتوش ماشي مشكل. والربيع عندي شويه ديال المعدن، شويه ديال القزبر، شويه ديال الملح على حسب الذوق، شويه ديال هذا ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الزبده، وجوج معالق ديال الزيت بلديه. وعندي هنايا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفرماج الاحمر، هادو حتى الاخر عاد نضيفهم. بعد ما عملت الزبدة والزيت، دابا غادي نضيف الخضرة. قطعي على شكل عشوائي حيت بالتالي غادي نطحنوها. شويه ديال الملحه، شويه ديال البصل، والزعتر والفرماج نخليهم حتى التالي حتى الاخر. بعد ما طيبت الماء، لترو ديال الماء غادي نزيدو عليها ونخليها تغلي نطلقها ان شاء الله. من بعد ما طابت الصوبه ديالنا وخليناها بردات شويه، غنزيدو عليها دابا الفرماج، غنزيدو عليها شويه ديال الزعتر، ونحركهم شويه ونطحنوهم ونتلاقاو في شكل نهائي. دابا غادي نقدم لكم الملاوي. عندي كيلو ديال الطحن ابيض، نص كيلو ديال الطحن سبيسيال، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره. الخميره غير باش كتساعدنا باش يطلقوا لينا دغيا، اللي بغى يعملها يعملها، اللي ما بغاش ماشي ضروري. عندي هنا معلقه صغيره ديال سنيده، عندي هنايا ملحه على حسب الذوق، انا بعدا كنعمل هادشي ناقص الملحه بحال الخبز بحال الناول كنعملو ناقصين، والماء على حسب الخليط اللي غيجمع العجينة. الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف ما يكونش بارد، كيكون دافي. غادي نخلط شويه ديك الخميره بالميه دوب ليا شويه. صافي غنخلطو ونتلاقاو ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال العجينه ديال الملاوي ديالي، كتجي هكا شاده راسها. بقيت كندلك فيها بشويه بشويه وندخل ليها الماء بشويه حتى عطاتني هذا القوام هكايا. هيا من بعد ما خليتها ارتاحت واحد القسمه لي بحال هكا، لان الملاوي ما خصهمش يخمروا ولا هذا، تنكورو هكايا ونخليهم يرتاحوا شويه. عاوتاني ملي نطلقوهم هي فاش غنخليهم يرتاحوا باش يساعدونا فاش نجيو نكرصوهم. انا غنعملهم صغارين شويه، نتوما على حسب الذوق ديالكم بغيتو تعملوهم صغارين كبارين، كل وحده والاختيار ديالها.
كوارت العجينه ديالي، غنخليها تطلق شويه غير جد ما نقدروا نسرحوها. وعملت هنايا نص ديال السلافه ديال الزبده، وزدت عليها نص السلافه ديال الزيت والسميده على حسب الطرق. ودابا غادي نبدا نصايب ملاوي ديالي معاكم. انا نعملهم عي صغارين، نعملهم بهذه الطريقة نخليهم يرتاحوا. من بعد ما ساليت الطويه ديالهم هكا، دابا غادي نبدا نصيف الملويات ديالنا. كنسرحهم بحال هكا شحال ما كانوا رقاقين كيجونا مورقين. تنعملوا السميده هكا وشويه الزبده والزيت. على فكره هاد الزبده والزيت اللي عملت يمكن لكم تزيدوا فيهم معلقه د النشا ولا معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، حتى هما كيجوا مورقين اكثر، لكن انا فضلت ما نعملهم شي. بعد ما روريت ملاوي ديالي ساليتهم، كنحطهم على هاد الشكل هكايا حتى كيرتاحوا شويه، عاد كنعملوا لهم بحال هكا باش كيبقاو شد لينا الفورمه ديالهم بحال هكايا. دابا كنرجعوا اللي بدينا كنعملوا الاولى، اللي كنعملوا الاولى كيكونوا ارتاحوا شويه، كنحطوا الاخر وكنرجعوا الاولى باش كنقرصوهم، ونحاولوا ما نقرصوهمش رقاقين، خليهم شويه غلاطين باش كيجونا مورقين. اني لقيناهم رقاقين غيجيو قاصحين وغيجيو مشربين في الشكل. الا خليناهم شويه غلاطين، ودابا ملي كنجي نطلقهم كنطلقهم غير بشويه ديال الزيت لان ما فيهم الزبده، بلا ما نكثروا ليهم الزيت. بعد ما رديت المقله كتسخن، دابا غادي نعملهم كيطيبوا. على فكره ملي يكونوا كيطيبوا غيشدوا راسهم غير شويهش، وبقاو تقلبوهم باش كيجونا مورقين وتيبقاو تينتفخو. انا عملتهم غير صغار، المقله كتهز ربعه هكايا صغارين، واللي بغى يعملهم كبار على راحتو. نبقاو هكايا غير كيشدو راسهم هكا تنقلبوهم. دابا غنعمل معاكم شي مسمنات مربعين، حتى هما كيجيو مزيونين اللي ما فهم ما يعمل الملاوي. خدم عليا هاد المربعين ساهلين وزوينين. الله
كنطلقو مرقاقين. نتسمهم بالزبدة و تنطوهم بحال هكا. كنجيب هاد القنت بحال هكا باش كيجي لنا مربى. من بعد ما طلقتهم انا غنعملهم دابا فوق المقلة حتى هما نفس الطياب ديال ملاوي. هذا هو الشكل النهائي ديال ملاوي ديالنا، كيجيو تبارك الله غزالين. كنتمنى تجربوهم، كيجيو مورقين، شفتو كيجيو مورقين صلاة النبي فنين. وهادو هما مربعين اللي عملت، حتى هما كيجيو خاويين من الداخل. كنتمنى تجربوهم، جاو غزالين وخفاف وبسرعه كيوجدوا، ما كياخذوش الوقت. وهذه الصبه ديالنا حتى هي جات مزيونه. ما نبقاوش على الحريره مره هكا في فطور رمضان، نوعو شي حاجه، مره صبه مره البوله مره الحريره، كلها على واحد على كل واحد وجهده. اللي عندك في الدار ديالك تقضي به بالصحه والراحه. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. شاركوا عندي في القناه وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.